عاصم البطولة بدخول راية ليبيا. بالنسبة للبطولة يعني اللي عهدناها مشاركات على مستوى تونس والمغرب، يعني كان تنظيم جيد جدا. هذا راح يفتح الأبواب لدولة ليبيا لاستضافة البطولة الإفريقية السنة القادمة. بالنسبة للمستوى التقني يعني نشوف فيه جيد، بما أنه الرياضيين كاين مستوى عالمي لهنايا من ليبيين وتوانسة وجزائريين ومغاربة في الكاتا والكيميثي. بالنسبة للجزائر شاركنا بأكثر من 25 رياضي، عندنا أكثر من حوالي 15 ميدالية لحد الآن. نهائيات عندنا بزاف النهائيات، ننتظروا منهم الذهب وإن شاء الله نتمناو حظ موفق للنخبة الليبية في قادم المنافسات. نظمها الاتحاد دول شمال افريقيا في ليبيا. بالنسبة لتونس معنا عنا اهداف معينة جينا على خطرها، عنا بطولة افريقيا ان شاء الله باش تصير في شهر اوت في المغرب، فهي هذه مرحلة تحضيرية ومرحلة مهمة بالنسبة لنا احنا التقييم عناصرنا اللي ان شاء الله باش تكون تمثل تونس في البطولة الافريقية الجاية. معنا بالنسبة للمستوى مستوى ممتاز وممتاز للغاية، ف
فما منافسة كبيرة نشوفوا فيها من جميع الدول، من ليبيا، من المغرب، من مصر، مصر ما جيتش، من الجزائر معناها، من موريتانيا، كل الدول الحاضرة. للأسف معنا غياب مصر مبرر، أما الحمد لله اليوم مستوى ممتاز وممتاز للغاية. من تونس لاعب عمر الله عبد الله، ومن ليبيا